السلام عليكم اخوت، اليوم في فيديو جديد ان شاء الله كما العاده. غادي نقدم لكم واحد المعلومات بخصوص الهجره. نبقاو ديما في موضوع الهجره لامريكا، خصوصا الهجره لامريكا. الموضوع هذا يخص ديك الفئه لاول مره غادي تمشي ها وحده، واللغه نتاعهم اللي ضعيفه بزاف او ما عندهمش اللغه الانجليزيه. هذا هو الموضوع نتاعنا، كيف يفرضوا الوجود نتاعهم في المجتمع الأمريكي ويلقاو الوظيفة اللي تناسبهم رغم أن اللغة ضعيفة عندهم. الآن نقول لكم ما تقلقوش، ديما كاين حل وديما كاين واحد الأمال، والواحد ديما كي يحط رجله في ديك البلاد راه كاين مستقبل 100%، كاين مستقبل ولكن إلى درت واحد المجهود. إذن هذا هو الموضوع نتاعنا. غادي نشوفوا الناس او المهاجرين اللي عندهم اللغه ضعيفه بزاف كيف يلقاو خدمه، كيف يبحثوا على فرص الشغل، وشنو هي انواع المهن وانواع الاعمال اللي قدوا يمارسوها في امريكا. او معنا حتى اخر الفيديو باش نتعرفوا على الوظائف بالنسبه للمهاجرين اللي اللغه الانجليزيه نتاعهم ضعيفه او شبه منعدمه. وقبل ما نبدأ في الموضوع، الناس جداد معنا في القناة اللي يشوف هذا الفيديو أول مرة ندعوه يشترك معنا وباش القناة تطلع شوية لفوق لقدام، وكل مرة إن شاء الله نقدم معلومات من خلال تجربة شخصية ديالي. يا الله على بركة الله نبدأ. بسم الله، السلام عليكم. نبدأ الموضوع نتاعنا، الهجرة، الوظائف بالنسبة للمهاجرين بدون لغة إنجليزية أو شوية ديال اللغة، يعني يعرف كلمات ولكن خايف ما يلقاش خدمة لأن اللغة نتاعو ضعيفة أو ما كيناش. خوتي، كاين أنواع الوظائف اللي ما كتطلبش واحد اللغة اللي تكون مجهدة. كاين وظائف، هاد الوظائف غادي نعرضها عليكم كالتالي. راه كاين وظائف بزاف، غادي نحاول نقول البعض منها. أوكي، على بركة الله. أول وظيفة هي ديش واشر أو غسال صحون، يعني تغسل الصحون. هذه الوظيفة أغلب تكون في المطاعم، وظيفة يعني كثيرة وعليها الطلب بزاف بزاف وما تحتاج اللغة الإنجليزية. هذه هي اللي تقريبا حاجة زينة، اللغة الإنجليزية غير مطلوبة بزاف. غادي أغلب الأوقات غادي تكون في الكوزينة، يجيبوا لك غير الصحون، الاواني، غادي تنظفها تحطها في واحد المكان، عاود تاكن يجيبوا لك صحون مره اخرى تنظفها في الماشينه تحطها في واحد المكان. تقريبا هذا هو الشغل نتاع الديش واشر. الايجابيات نتاعها كيف ما قلت اللغه ما مطلوباش. الايجابيات نتاعها كذلك راتب نتاعها تقريبا على حسب الولايه، على حسب المطعم. تقريبا غادي نعطيكم بالتقريب يعني بين 10 دولار توصل حتى ل 12 13 دولار بالساعه. مده العمل ديالها 8 ساعات في اليوم زائد ساعه استراحه او نصف ساعه استراحه، كل شيء على حسب الشركه في الاستراحه. السلبيات تاعها انها عمل شاق ماشي سهل، شاق بزاف، ولكن الحمد لله احنا غادي نخدمو شاق ولا ماشي شاق ما عندناش مشكل. تاني عمل هو تخدم في بقالة او متجر. هذا ما كيطلبش واحد اللغة كثيرة. الراتب نتاعو تقريبا احتوى نفس الشيء، على حسب الولاية، على حسب المتجر، عليه طلب كثير. مدة العمل نفسها 8 ساعات 9 ساعات. الى خدمت تقدر تخدم حتى اكثر من 8 ساعات على حسب الشركة او على حسب صاحب المحل، اللي قد يقول لك ابقى معايا اكثر من 8 ساعات. لا، قال لك تبقى معايا اكثر من 8 ساعات، هنا الاختيار ديالك، تقدر تزيد، تقدر تقول له 8 ساعات ونرجع في حالتي للدار. هذه السلبيات، مدة العمل شاقة، يمكن شوية ستريس مع الزبائن كاستمر. هذا هو السلبيات نتاعها. الوظائف نتاع الفنادق كثيرة ومطلوبة بزاف للناس اللي ما عندهمش اللغة متمكنة بزاف،
بالنسبة للناس للغة نتاعهم ضعيفة. العمل في الفنادق كيف داير؟ كاين توا فيه غسل صحون ديشواشر، لأن كاين مطاعم في الفنادق، ولكن أغلب الوظائف اللي في الفنادق هي يقول لها هاوس كيبين، هي التنظيف. هذا العمل شاق تاع التنظيف، مرات يكون الأوتيل كبير فيه طوابق كثيرة، وخاصة تطلع بالمصعد، ولكن عندك غرف كثيرة، عندك واحد العدد خاصك تنظفون تاع الغرف، تحرك بزاف هاديش، تقدر يكون فيها تقول شوية. هذا هما السلبيات نتاع العمل، وتقريبا هاد السلبيات تاع العمل نتاع المشقة تقريبا في كل الوظائف غادي تلقى واحد المشقة. الراتب نتاعهم غادي يكون بين 11 دولار 13 دولار على حسب الفندق او على حسب الولايه اللي ساكن فيها، لان كل ولايه والصالير ديالها والراتب نتاعها كذلك مطلوبه بزاف بالنسبه للمهاجرين اول مره يمشي، يعني روح لهاد الخدامه اللي كنقول ديش واشر، تخدم في مطعم، فنادق، تخدم في متجر، محل او بقاله، كاين فرص شغل، ما تقلقوش بزاف الخوت، ما تقلقوش كاين فرص شغل. ولكن لنأكد عليها الخوت، هاد الوظائف حاولوا ما تبقاوش فيها واحد المدة طويلة، ما تبقاوش فيها مدة طويلة. هي مليحة مزيانة انك تكتسب واحد الخبرة، مزيانة ان ما عندكش واحد البديل، ولكن الواحد مع الوقت ننصحوا ما يطولش في هذه الخدامية، لهم صعاب وغادي يهلكوا صحتك وحتى الفلوس قلال. احنا مشينا على حسب الفلوس، على حسب بس نخدمه، يعني حاولوا ما تطولوش. كاين في حالة تقدر تطول، كاين بعض الشركات تقدر من ديش واشر الى شافوك تخدم مزيان وانت كانت عندك واحد الرغبة انك تتعلم، تقدر تبروموتا تطلع، ربما تمشي المطبخ تعلم كيف تطيب، كيف تدير الصلاه، يعني تعرف دير البيتزا. كاين يعني كاين واحد المجالات، ماشي نوقفوا غير في الديشواشر صافي، خاصني نبدل المحل، نبدل الصنعه. تقدر من الديشواشر وتطلع لفوق وتزيد بروموتا. هذا بروموشن كاينه في امريكا بزاف وفي تقريبا في كل الشركات، تقدر تبدي من لا شيء وتولي حاجه في الشركه، ولكن كيطلب وقت وواحد الجهد. بالنسبه البنات النساء اللي كيمشيو وخايفين، يقول لك انا ما نقدرش، ما عنديش اللغه، وخايفين يكون العمل شاق، طبيعة الحال النساء ما يقدروش بحال حال الراجل. الراجل عندنا كيدمر، كيخدم جوج خدمات، يصبر. المراه كي تمشي للبلاد خصوصا امريكا كاين واحد المشقه بزاف بزاف، منها واحد المشقه اخرى غادي تلقاوها، وهي البعد نتاع العمل للسكن. غادي هنا غادي تلقاو واحد المشكل، اذا خاصنا نبحثو على واحد الوظيفه او مكان شغل اللي يكون قريب من السكن ديالنا باش يسهل علينا التحرك. كذلك البنات النساء كاين اماكن يقدروا يخدموا فيها، فيها شويه المشقه ولكن مطلوبه بزاف، وهي دار العجزه. دار العجزة كيطلبوا فيها أغلب أوقات البنات. كذلك المحلات، سوبر ماركت. سوبر ماركت تقدر تمشي تخدم في البيكري. البيكري بمعنى مخبازة، كيخبزو ديكوريشن تاع الكاطو. غادي تتعلمي كل شيء، غادي تتعلم. أمريكا باش تتعلم راها سهلة، باش تتعلم اللغة راها ما غاديش تكون عندك واحد العائق اللي غادي توقفك على أنك تزيد لقدام. اللغة قلعوها الخوت من الخوف، راها ماشي مشكل اللغه، المشكل انك واش انت قادر تتعلم او لا، واش قادر مخك خفيف يلعب خفيف مع الخدمه مع اللغه، واش تقدر او لا. وما نساوش ديك الفئه الصناعيه اللي عندهم صنعه في اليد، اللي عندهم واحد الخبره، مثلا بناء، ميكانيكي، صباغ، يعني بناتري تاع المنازل او اي حاجه، هادو عليهم الضمون بزاف امريكا وفيهم الكاش، فيهم الفلوس. لا ميكانيك مطلوبه بزاف في امريكا، كثرت السيارات، الراتب نتاعها الحمد لله زين. كونستراكشن او البناء تقريبا الراتب نتاعو 100 دولار حتى 130 140 دولار في النهار. عمل شاق ماشي سهل، ولكن
130-140 دولار في النهار راها ماشي سهلة، راها حاجة مزيانة الحمد لله. كذلك اللي عنده خبرة في الحلاقة حتى هي وظيفة ومهنة زوينة، يعني عندك مستقبل تما في أمريكا، مع الوقت تقدر تمشي بعيد في مجال مجال الحلاقة. ومثلا اللي عنده دبلوم الحلاقة حتى هو مجال يقدر يمشي فيه بعيد. الراتب نتاع الحلاق يعني بسيط، تحسن مينيموم 20 دولار، هذا المينيموم، زيد الفوق 20,000. يعني لا عندك خبرة في الحلاقة تقدر تخدم مع واحد الصالون، ومع الايام مع التطور تقدر دير واحد ديبلوم باش تكون عندك واحد الشهادة وتخدم داك الشيء رسمي معدل مزيان. واحد الحاجة اخرى اللي مهمة بزاف هي الدراسة، الدراسة الدراسة، حاولوا تقراو وفي نفس الوقت تخدموا. الله غالب عارف يعني صعيبة، الناس تبعها كريدي تبعها عائلة، غادي تجي صعيبة يقرأ ويسمح في الخدمة. حاولوا توفقوا بيناتهم زوج، قراية والخدمة، باش الواحد ما يبقاش في هاد الخدمة نتاع فاست فود ديش واشر طول حياته. القراية غادي تعاونك بزاف، ماشي باش تدير يعني ديبلوم وتمشي محامي ولا تمشي دكتور ولا تمشي شي حاجة. القراية غادي تفتح فيها بزاف مزيان مخك، تفتح فيها مخك ولسانك غادي تفتح، تقدر تدبر اي خدمة، تقلب على خدمة تكون احسن من الوضع الحالي، ديش واشر او هاوس كيبين في النظافة. اذا الاخوت حاولت نقدم طريقة يعني شوية بسيطة للناس اللي خايفين او متردين باللغة الانجليزية نتاعهم. كاع مشينا بلغة زيرو والحمد لله اليوم تمشي تهضر مع اي مدير، تحاول تشطر معاه كيما نقولوا تشطر معاه في الخدمه، يقول لك نعطيك 11 يقول له عطيني 12 13، يعني غادي تكون عندك واحد القدره نتاع التواصل مع المدير وتفرض كيما نقولوا الشخصيه نتاعك. وفي امريكان الا عندك لسان تعرف تهضر راك تخدم خدمه اللي تبغيها نتايا. اذا الخوت قربنا على نهايه الموضوع او بالتوفيق للجميع، ونتمنى الفيديو يكون مفيد واخا ما طول شي بزاف. يلا مع السلامه، وما تنساوش تابونيو معنا في القناه. يلا